بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الإخوان. اليوم جيت لكم بواحد الفكرة في هذا الفيديو، ومن الآن فصاعدا، يعني من دابا الفوق، غادي نحاول نشد بعض اللقطات، بعض المشاهد وبعض الصور المشينة المستفزة للمواطنين والمستفز لأي شخص كيشوفها في الشارع ولا في الممارسات اليومية ديال البشر. مثلا اليوم غادي نبداو بواحد الصورة ديال هادوك الناس كيتجرؤوا كيتحداو القوانين، كيتحداو المجتمع، كيحطوا السيارات ديالهم فوق ممر رجلين او فوق تروطوار، بينما واحد يعني السلوك بسيط نقدروا نجعلوا الحياه بسيطه ونتعايشوا في يعني مع بعضيتنا. هاد تحليل الصوره هذه هي واحد الوسيلة اللي بغيت زعما ننتقد بها بعض الظواهر السلبية في المجتمع، وحنا المجتمع ديالنا بسيط جدا، يعني يمكن نتعايشو ونكونو مزيانين، مش قاش ولا ما رحناش في واحد المجتمع اللي معقد بحال المجتمعات يعني المتقدمة الأوروبية، وهذاك المدن الكبيرة اللي كتلف فيها وكتعرف فين تمشي. ولا حنا المجتمع ديالنا بسيط، ولكن حنا اللي كنعقدوه. مثلا صحاب المقاهي كيحتلوا الأرصفة، كيحتلوا الشارع العمومي، كيحطوا الكراسي ديالهم والطوابل وهذه، والهدف ديالهم هو الربح. كيدوز الولد الصغير، كيدوز المرأة، كيدوز الشارف، كيدوزوا المواطنين، ما كيلقاوش منين يدوزوا، مضطرين باش يدوزوا في الرصيف ديال السيارات، في القارعة ديال الطريق، وكيعرضوا نفسهم للخطر. اليوم هاد الصورة هادي اللي بغيت نحللها، وأنه أنا عشت في واحد جوج المدن، يعني مدن صغار ماشي مدن كبار، ولكن هاد الظاهرة كاينة، وكنعرف بزاف ديال الناس اللي كيديروها يوميا واعتادوا عليها، وما يعني حتى الوضعيه ديالهم والمركز ديالهم الاجتماعي ولا السياسي ما كيخليهمش يعني عندهم شي مصداقيه ولا شي حاجه. البوليسي ما غاديش يجي عنده تما، واخا يجي عنده غادي يتذكر معاه وصافي، ماشي غادي يدير له شي غرامه مثلا باش ما يعاودش، ولا غادي يقول له حيد من الطوموبيل من هنا وصافي. لان اول كيحترم داك المركز ديالو الاجتماعي وهادي، وثانيا هذاك المكلف مثلا بمراقبه هاد المخالفات، ما كاينش شي قانون تما اللي كيلزمو باش يدير له الغرامه. ولا هاد المدن اللي عشت فيهم انا بجوج، شت الناس كيديروا هاد القضية يعني بصفة ممنهجة سيستيماتيك، ديما كيحط الطوموبيل ديالو على في المكان ديال الراجلي. وعلاش؟ لأنه إما نقولوا رئيس مصلحة ولا منتخب ولا شي تاجر كبير، ولا إذن تيقول أنا عندي المعارف وعندي الوساطات وهذه، ماشي مشكل نحطها هنايا. ولكن لا، دابا الصورة هذه يعني داك الوضعية مشينة مستفزة. علاش حنا غادي نوصلوا حتى لهاد الدرجة؟ دابا شنو الفرق في هاد الصورة لو كان هاد السيد هذا حط الطوموبيل ديالو في الرصيف ديال السيارات؟ اشنو دابا غادي يربح من هادي؟ واش زعما الا بغاو يسرقوها من نحطها تما فوق التروطوار زعما ما غاديش يسرقوها؟ ولا اللي بغى يهرسها ما يقدرش يهرسها؟
راه كيف كيف، ولكن في الوضعية الأولى اللي حطوا فيها هو السيارة ديالو، راه هذيك وضعية غير قانونية، وضعية تستدعي أن الناس اللي غادي يشوفوا هذه السيارة هنايا شنو الفكرة اللي غادي ياخذوا على مولاها ولا مولات السيارة. لو كان حطها في الآخر في الرصيف، يعني في بلاصتها، ماشي مشكل، ما غادي يتبدل تما حتى شي حاجة، حطها الفوق ولا حطها لتحت نفس الشيء. إذن دار واحد المخالفة قانونية وأخلاقية ومستفزة. إذن هاد القضايا هادي لو كان نترفعوا عليها شوية وننزلوا الأرض ونديروا المسائل القانونية بلا من بلا ديك التجاوزات وديك العنطرية وديك العجرفة، راه زعما هو شي راه مسائل بسيطة نقدروا نمشيو بيها روسنا، ونكونوا حتى حنا من الدول يعني المحترمة. خلاصة القول أن أولا هاد الفيديوهات غادي ندير واحد السلسلة منهم، غادي كل مرة ناخد واحد الصورة، يعني من الصور السلبية اللي كاينة في المجتمع ديالنا، غادي نحاول نحللها، وغادي ندير هاد الفيديوهات. إلا عجبتكم الفكرة، اللي شاف هاد الفيديو يدير واحد التعليق، إما ينتقد ولا المهم إلا يضيف إضافات لهذا التحليل هذا. وثانيا بالنسبة لهذه الصورة ديال هذا اليوم، يعني الخلاصة ديالها هو أن هاد الناس اللي كيديروا الطوموبيلات اللي كيحتلوا بها الملك العمومي ولا كيحتلوا بها الفضاءات العمومية، يعني إلا شافوا هذا الفيديو ولا يعني الضمير ديالهم صح وفق، غادي يحاولوا ما امكن يتجنبوا هذا الشيء، لان كاينين الناس اللي كيدير الطوموبيل يعني في الباب ديال الكراج ديالو، وما كيدخلهاش للكراج، كيديرها في التروطوار وما يدخلهاش للكراج، بحال اللي كيديرها بالعاني، بحال شي ساديه فيهم في هاد الناس، ما عرفتش. والناس اللي شافوا هذا الفيديو ما عندهمش طوموبيلات، هما مقتنعين بهذا الشيء اللي كنقول انا يعني، باش يعني نصوبوا راسنا ونكونوا حتى حنا على اللي قلت متقدمين، يوعيوا هاد الناس، يدير لهم شويه ديال التوعيه وشويه ديال التحسيس بان هاد المسائل هادي، لان الى يعني كن نشوف اتجاه واحد كنا كننتقدوا هذا الشيء وكنلتزموا باننا ما نديروش المسائل هذه مستقبلا، راه يعني غادي نديروا شي حاجه، لان هذاك السيد اللي هضر على اعاده التربيه، وان كان هو حقه هذاك يعني حريه التعبير يقول اللي بغى، ولكن في نفس الوقت خصو يقدر يعني يتحمل الرد ديال الراي العام، وراهم ردوا عليه مزيان، ولكن إعادة التربية راه فعلا حنا خصنا إعادة التربية، ماشي في داك المجال اللي قصده هو، ولكن في مجالات أخرى، مثلا اللي كيرمي الزبل في الشارع، ولا يعني داك الركام ديال الآخر، هادي غادي ندير عليها واحد الفيديو آخر، ولكن حنا فعلا خصنا إعادة التربية في واحد لوسونس، لأن حنا أصلا ما يعني المجتمع ديالنا الأغلبية ديالو ما ترباش، يعني ما قراش، ما مشاش للمدرسة، ما يعني إذن إعادة التربية بهذه المسائل هذه. كاينين الدول اللي كتدير إعادة التربية للمواطنين ديالها كتضربو للجيب، لكن غير الغرامات، دار المخالفة الغرامة، دار المخالفة الغرامة، مرة أخرى ما يعاودش. كاينين المجتمعات اللي خصهم يحاربوا هاد الظواهر السلبية، يعني بإعادة التربية بالتحسيس وبالتوعية إلى آخره. والسلام عليكم.
وكنستناو يعني ردود الفعل ديالكم، الى كاين شي انتقادات، الى كاين شي تشجيع، الى كاين شي حاجه.